جانب من اعتداء مكافحة الشغب على المتظاهرين والمتظاهرات تحديدا في منطقة المعقل الكائنة قرب مبنى مجلس محافظة البصرة. باع الدق شلون نزل على الولد باع شلون طقه الولد باع لا حد يخاف ولا حد يشوف باع عشان يعتدي على النساء باع ثورة شلون يطق المرة ثورة يطق المرة هلا يوسف شبعودة قلنا بس اقول له محمد هسه اطقش. الان نشاهد اياكم اعزائنا لقطات اخرى من منطقة المعقل وفيها اعتقال متظاهرين وتفريق مواطنين اخرين بالقوة من قبل القوات الحكومية. طبعا اعتقال الشباب اعتقال متظاهرين شنو الولد اعتقلهم كم واحد اعتقلوا طبيت هالبس ويا واحد بعد ما ادري وهسه واحد من السفلى السلفادور واثنين طبعا هسه احنا واقفين سلمين لا حد يقوم لا حد يروح هاي واقفين سلمين كل شيء ما عندنا هاي واقفين سلمين شباب باعونهم اتقلوا الولد هاي سلمين واقفين